علاش خرج لحت الجو؟ أكيد أن سبب الوقفة ديالنا اليوم هي حلقة من بين حلقات النضال اللي خضيناها في إطار التنسيق الوطني واللي بدأت بالإضرابات الوطنية بقطاع الجماعات الترابية وكذلك وقفات جهوية أمام مقرات الولايات وكافة الجهات ديال الوطن واللي استمرناها اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام وزارة الداخلية لسبب بسيط. هو أولا باش نقول لوزارة الداخلية ومنها الحكومة على أننا لازلنا مستمرين في طريق النضال إلى حين فتح حوار جد ومسؤول لكل المطالب اللي احنا حاطينها لداخل ديال وزارة الداخلية واللي هي رهن الرفوف ديالها لمدة أشهر. كان من بين هاد المطالب هو إخراج نظام أساسي منصف وعادل للشغيلة الجماعية، كذلك الشأن بالنسبة لأجراء تدبير المفوض إدخالنا كشركاء في إعداد كنانيش التحملات خصوصا في الشق الاجتماعي الوضعية ديال هاد الأجراء اللي كنعرفوا على أنها لا زالت تعيش الهشاشة القصوى. كذلك هناك نقطة متعلقة بجميع الملفات العالقة من بينها معادلة ديال الشواهين، كذلك تحسين الوضعية الإدارية والمادية لكل فئات ديال الشغيلة الجماعية واللي يجب أن تتضمن في النظام الأساسي، وكذلك اللي ما غاديش يدخل في النظام الأساسي بغينا عليها إجابات واضحة من طرف وزارة الداخلية. هذه المعركة ديال اليوم هي معركة مركزية ولكن الآفاق لا زال مفتوحا على التصعيد سواء في إطار النقابة الوطنية للجماعة الترابية أو لا في إطار التنسيق النقابي. ما غاديش نحبسوا إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول اللي يفضي لحل هذه النزاعات. شغيلة الجماعة المحلية كتعرف واحد التدهور خطير وخطير جدا في الشقين المادي والمعنوي. ملي كنتكلموا على المادي فالوضعية ذات الشغيلة أصبحت مزرية، لا زيادة في الأجور، لا تسويات وضعية، لا ترقيات، لا تعويضات على الأعمال اللي كنقوموا بها في الجماعة المحلية. كذلك هذه الوقفة اللي كتجي تحت شعار نضال مستمر من أجل تحقيق المطالب، وهذه المعركة منضوي فيها ثلاث نقابات: الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين وكذلك التنسيقيات الوطنية. من خلال هذه الوقفة نقول للحكومة وعلى رأسها رئيس حكومة والسيد وزير الداخلية أن المطالب ديال الشغيلة الجماعية هي مطالب ملحة، هي مطالب مستعجلة ولا تنتظر تأجيل. أولا النظام الأساسي خص في إعادة النظر، ثانيا تسوية ديال الوضعية ديال حملات الشواهد، ثالثا تسوية الوضعية ديال خريجي مراكز السكول الإداري، رابعا التسوية ديال الوضعية ديال العرضيين اللي صبحوا كيشكلوا طاقة مهمة وفعالة في الجماعات المحلية. والسيد وزير الداخلية في علاقته مع أم الأقاليم يعرفون معرفة جيدة أن العرضيين واللي عندهم واحد الفعل واحد العطاء في الجماعات المحلية. بالتالي هذه الوقفة ما هي إلا بداية الوقفات المستقبلية، هي بداية المعركة الوطنية واللي غنتوجوها بمسيرة وطنية لإحقاق الحقوق اللي كنطلبوا بها. هذا الوضع اللي احنا فيه وضع اللي كنا فيه غنى عنه، في غنى عنه لو أن المسؤولين انتبهوا والتزموا بالتوقيعات ديالهم. وما عندناش شي ملفات كبيره، عندنا نظام اساسي اسوى بجميع القطاعات وكنناقشوا بغينا نظام في المستوى، لان عمر ما كان عند القطاع ديالنا نظام اساسي بحال اللي كاين عند قطاعات اخرين. ثانيا عندنا ملفات عالقه ديال التسويات عادي جدا، راه قطاعات اخرين كيسويو فيهم الملفات ديالهم، وعندنا تدبير مفوض في الشق ديالو الاجتماعي. بذلك مره اخرى اناشد وزير الداخليه لانه هو المسؤول الاول على هذا القطاع أنه يفتح باب الحوار ويلتزم معنا بما تم الاتفاق بشأنه، إلا أننا غنكونوا مضطرين باش أننا نستمروا في هذه المعارك. واللي حنا كنقولوا باقي كنأكدوا على أن بلادنا محتاجة للسلم الاجتماعي ماشي المعارك في الشوارع.